السلام عليكم طلاب. اللاب مالتنا اليوم السيميليشن اللي حنسويه هو انالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هو اي دي سي باستخدام المايكرو كنترولر البي اي سي. طبعا الاكوبمنت او المواد اللي احنا راح نحتاجها مثل ما بنشوف بالفيجر اللي موجود قدامنا، انه نحتاج فولت ميتر ونحتاج ريزيستر ونحتاج البي اي سي مالتنا المايكرو كنترولر ونحتاج للدات ونحتاج الجراوند ونحتاج الباور. زين، بنهاية المحاضرة أنا كاتب لكم إنه all simulation pieces of equipment are، إنه أول شيء راح نحتاج البي أي سي مالتنا، ونحتاج تقريبا 10 لدات تقدرون تختارون أني كلر، ونحتاج ريزستر اللي اسمها البي أو تي اتش بي. زين، ونحتاج الدي سي فولت ميتر، وهسه راح أرويكم من نجيب هذا ومن نجيب هذا، ونحتاج الباور ونحتاج الجراوند. زين، بالنسبه لاول واحده انه راح نجيب البي اي سي مالتنا المايكرو كنترولر باستخدام البورتس، نجي على البي ومثل ما كنا نسوي نجيبه بالضبط ونضيفه ضمن الاكوبمنت اللي احنا نحتاجها. زين، باقي الاشياء اللي احنا راح نحتاجها، راح نحتاج الليدات، تعرفون انتم شلون نطلعها، راح نحتاج الريجستر اللي اسمها بي او تي اتش بي، نسوي له كوبي ونجيبها من السوفت وير مالتنا اللي هي هذا، هم نضيفها ضمن الاكوبمنت اللي موجوده عندنا. ونحتاج كذلك الدي سي فولت ميتر، الباور والجراوند ايضا تعرفون من نجيبه. الدي سي فولت ميتر من راح نجيبه؟ ما راح نقدر نلقيه هنا ضمن هاي الاكوبمنت، بس اذا ندور عليه ما راح يطلع موجود، بس من نجيبه نسد هذا نروح على فد شيء اسمه انسترومنت اللي هو هاي الايقونه مالته مثل ما تشوفون. زين، واكو عندنا فد شيء اسمه دي سي فولت ميتر، بس نضغط عليه كليك ونجيبه اجانا الدي سي فولت ميتر اللي احنا نريد نشتغل عليه. زين، نرجع على الاكوبمنت اللي احنا جبناها، نقدر نجيب الريزستر بهالطريقه، ونقدر نجيب المايكرو كنترولر مالتنا ونكمل الربط على الاشياء اللي موجوده بيها حسب حاجتنا وحسب الليدات اللي موجوده، ونكمل ربط الجراوند وباقي الاشياء اللي احنا نريد نسويها. زين، المطلوب من عندنا بهذا السيميوليشن انه نسوي عده اشياء. اول شيء يقول لي كونكت ذا سيركل شو ان ذيس فيجر، مثل ما احنا نسويه لازم نجيب الاكوبمنت مالتنا ونربطها. بعد ذلك يقول لي رايت داون ذا اسمبلي كود ان ام بي لاب بروجرام تو دو ذا فولوينج. اول شيء يقول لي انيشاليز ذا اي دي سي موديل تو ورك وذ شانل زيرو. اول شيء لازم اسوي انيشاليز للاي دي سي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. بعدين ايش يقول لي؟ يقول لي الاي دي سي شود ورك وذ ذا انترنال اف ار سي اند وذ 12 تي اي دي اكوزيشن تايم. راح نشوف شلون نختار الاكوزيشن تايم اللي احنا نريد نسوي. بعدين يقول لي انه سوي انيشاليز للبورت بي والبورت سي از اوتبوت. زين، بعدين ده يقول لي كونفرت ذا انالوج فولتج سبلاي تو شانل زيرو تو ديجيتال اند ديسبلاي ذا ريزلت ات ال اي دي كونكتد تو بورت بي اند سي respectively. يعني الليدات راح تكون مربوطه بالبورت بي والبورت سي. زين، بس احنا شغلنا وين راح يكون؟ راح يكون ضمن البورت اي. ده يقول لي repeat the above steps continuously، فعيد هذه الخطوات بشكل متتابع بعد ما تكمل العمليه. الكود مالتنا شلون؟ قبل ما ابدا بالكود كرفرش بالنسبه للاكوزيشن تايم، انا كتبت لكم عليه ملاحظه بنهايه المحاضره. الاكوزيشن تايم هو يقول لي is the time that is takes for the analog to digital converter to acquire and convert an analog signal to digital value. يعني هو الوقت اللي انا احتاجه على مود احول من الانالوج للديجيتال. زين، اكو فد شيء اسمه ال VDD وال VSS اللي هي راح نشوفها ضمن الكود مالتنا. ال VDD هي ايش راح تمثل لنا؟ راح تمثل لنا البوزيتيف سبلاي فولتج، وال VSS راح تمثل لنا يا اما الزيرو فولتج او الجراوند فولتج حسب الشغل اللي احنا راح نحتاجه. اذا نجي على الكود اللي احنا نريد نسويه، اول شيء طلب من عندنا انه احنا شو نسوي؟ نسوي انيشاليز للبورت بي والبورت سي از اوتبوت. فاحنا سوينا هنا انيشاليز للبورت سي وبي، سويناها كاوتبوت. زين، بعدين جينا انه حطينا البورت اي
زين، حطيناه سيت كانه انبوت، وقلنا الانالوج راح تدخل ضمن من؟ راح تدخل ضمن البورت اي اللي احنا راح نشتغل عليه. بعدين كل خطوتين من هاي الخطوات، هسه هذا الموف ال ال دبليو بي وهذا الرقم، وبعدين ان من راح ننقلها؟ راح ننقلها ريجستر. راح نشوف هسه كل واحده ايش راح تمثل لنا. ايش دي يقول لنا؟ دي يقول لنا موف ال دبليو باينري، وهذا الرقم اللي هو 1 1 1 0 1 1 1 1. هذا شنو معناه؟ دي يقول لي رايت جاستيفاي الفريكونسي اند ال 12 الاكوزيشن تايم اللي هو تي اي دي. زين، وين راح ننقل هاي القيمه؟ راح ننقلها بريجستر اللي هو انالوج تو ديجيتال كونفرتر اون 2، اللي هو التعريف مالته او الشرح مالته اللي هو ريجستر الاو ذا يوزر تو سيلكت ذا اكوزيشن تايم. طيب هاي الوحدات ايش راح تمثل لنا؟ هذه الارقام اللي موجوده بها بداخله راح تمثل لنا البتات اللي موجوده داخل الريجستر، وكل واحده شنو الشغل مالتها. هسه اذا نجي ناخذ رقم الريجستر، اسم الريجستر، زين، ونرجع على اللكتشر 10 اللي احنا شرحناها، ونكتب مثلا ندور على الاي دي سي اون او 2، زين، راح ادور بالضبط على الريجستر نفسه اللي انا عندي، واشوف كل بت من البتات ايش راح تمثل لي بيه عمليه. هسه هذا الاي دي سي اون 2 ريجستر ايش عندي؟ 0 1 2 3 4 5 6 7، عندي 8 بتات موجوده بي. كل تغيير برقم من هاي البتات راح يمثل لي فد عمليه. فهسه اذا انا اجي اقرا ايش ناطيني؟ ناطيني 1 1 1 بالبدايه، قرينا 3 ارقام. ليش؟ لانه الريجستر من الصفر للاثنين اللي هي 3 بتات، اذا هي 3 واحدات راح تمثل لي انه دي يسوي كلوك درايف فروم ذا ديتكتد انترنال اوسيليتر اللي هو دي يشتغل على 600 كيلو هرتز نورمال. زين، اللي هو المطلب مالتنا اللي احنا نريد نسوي. طيب المطلب الثاني ايش يطلب من عندي؟ انه ايش اسوي؟ اسوي 101 اللي هو هذا المطلب. زين، ال 101 هم انا اشوف ال 101 ايش راح تمثل لي؟ راح تمثل لي انه انا ايش اشتغل على 12 تي اي دي اللي هو الاكوزيشن تايم اللي مطلوب من عندي، واكمل بنفس الطريقه على باقي البتات اللي انا موجوده عندي، اشوف انه كل واحده ايش تمثل لي من هاي البتات. فهسه بهذا الشرط انا حققت شرط الاكوزيشن تايم اللي مطلوب من عندي، اللي هو مطلوب من عندي 12 تي اي دي. طيب راح نجي على الريجستر الثاني اللي هو اي دي سي اون 1، نشوف هذا الريجستر اي دي سي اون 1 شو يمثل لي. انا ده اطلب من عنده انه انا اشغل الفي دي دي والفي اس اس اللي بي. زين، ف من راح اجي اشوف هذا الريجستر شو يمثل بالكلاس اللي انا موجود عندي اللي هذا البتات مالته، ايش عندي؟ عندي بالضبط 0 1 2 3 4 5 6 7، عندي 8 بتات. حسب المعطى مالتنا انه كلتها البتات راح تكون صفاره. طيب ليش كلتها البتات راح تكون صفاره؟ لانه من البت 0 والبت 1 اذا كانت صفاره اثنيناتهم ايش راح يمثل لي؟ راح يشغل لي الفي اس اس اللي هو النيجاتيف فولتج ريفرنس. والبت 2 و3 اذا كانت اصفار اثنيناتهم ليش راح يشغل لي؟ راح يشغل لي البوزيتيف فولتج اللي هي الفي دي دي. زين، البت 4 لل 6 هو ان امبلمنتد فنعوض بمكانه صفر، والبت 7 زين هو ايش راح يمثل لنا؟ اذا كان قيمته 1 او كان قيمته صفر، فكان قيمته 1 راح اشغل بي سيلكت ذا سبيشال تريجر فروم سي سي بي 5 اللي هو اسوي سويتش انه عمليه التشغيل او الاطفاء اللي انا اشغلها بالنسبه للدات او غيره. زين، هسه اذا اجي على اخر ريجستر انا موجود استخدمته اللي هو اي دي سي اون 0 بي همنا قيمه، راح نشوف هاي ايش راح تمثل لنا. راح يمثل لنا اللي هو انالوج تو ديجيتال كنترول ريجستر 0 ديترماين ذا بيهيفير اوف ذا انالوج تو ديجيتال، يعني يتحكم بالسلوك مالته. طيب ايش نعطاني القيمه مالته؟ نعطاني 1 والباقي اصفار. راح اروح على الريجستر مالتي اشوف القيمه مالتي من 1 والباقي اصفار شو تمثل لي؟ زين، بالريجستر اللي هو موجود هسه هذا اللي هو الريجستر مالتي، اذا اول بت اللي هو بت 0 كانت قيمته 1 معناها ايش يقول لي؟ سوي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر از انيبل اللي هو هذا، بينما اذا كان قيمته 0 هو سوى ديسيبل. فانا حطيت قيمته 1 قلت له شغل لي سوي لي انيبل،
والباقي راح تكون اصفار انه سوى شغل لي analog to digital conversion completion or not in progress اللي هو ده سوى عملية الconversion بالبت واحد. والباقي البتات من البت اثنين للبت ستة راح يتحكم بالشانل اذا كانت اصفار فانا اريد بالنسبة لي channel zero زين. والبت سبعة انا implemented فراح اعوض بمكان zero فصارت هاي القيمة اللي موجودة عندي اللي هو واحد وسبعة اصفار زين. راح اسوي سبروتين اللي هو سبروتين اللي هو اني بالنسبه لي هاي عمليه الكونفرجن اللي هي يحول من انالوج للديجيتال زين تصير بالزيرو. فاني ايش راح اقول له؟ ابدي لي شغل لي ستارت الكونفرزيشن زين انه شغل لي هاي العمليه. فقلت له حط الريجستر وسوي عمليه جو له شغل لي. طيب الخطوه اللي وراها سوى عمليه تشيك از كونفرجن دان خلص عمليه الكونفرجن لو بعده بالنسبه للسيجنال زين. حطيت الشرط اذا تحقق هذا الشرط عندي انه ده يقول لي نو بعد بعمليه الكونفرجن اذا نسوي تيست اجين عيد العمليه. ورا ما يخلص هاي الشروط كلها ايش ده يقول لي؟ حول الشيء اللي انت حصلته بالنسبه للهاي المان للبورت سي وبالنسبه لللو حول للبورت بي. فاني حولتها بالنسبه للبورت سي وبالنسبه للبورت بي زين. وبهالطريقة قلت له ارجع عيد العملية بالنسبة للاي دي سي 1 اللي هو وين الاي دي سي 1 رد عيد هاي العملية السبروتين بهاي الفقرة. هذا شرح كامل على الكود وشون دا يشتغل بالضبط وشون دا يصير. دا يقول لي complete building the project in MP lab program الكود بعدين upload ال .hex file بال MP lab مثل ما احنا كنا نسوي للمايكرو كنترولر مالتنا وشغله على 8 ميجا هرتز زين. وبعدين سوي ران للسيميوليشن. هذا السيميوليشن اكوبمنت مثل ما شرحت لكم اياها المطلوبه من عندنا. وهذه كتعريف بسيطه ممكن يسوون لها ريفرش اذا ناسين المعلومات شنو يعني لنا الاكوزيشن تايم وش يعني لنا الفي دي دي والفي اس اس زين. اتمنى يكون اللاب واضح. واذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تتصلون بي وتعرفون وسيله الاتصال. واشكر حضوركم وانتباهكم وشكرا.